بنقول لكم كل عام وانتم بخير، وربنا يديم الصحة على الجميع. في بداية الفصل الثاني إن شاء الله حنشرح أو حندرس مع بعض مساق الفقريات. طبعا رقم المساق بيقول 2332، من الطلب السابق لا فقريات، الكتاب المقرر علم الحيوان الدكتور محمود البنهاوي واخرون. طبعا في كتاب، ومن خلال البي دي اف اللي حنزل لك اياه والباوربوينت، وفي الكتاب الموجود في المكتب اللي انا كاتبه بكون كافي للمساق. الهدف من المساق التعرف على تصنيف الحبليات، دراسة تصنيف الفقريات والبيئات المختلفة للفقريات، دراسة الصفات العامة لطوائف الفقريات، مع دراسة تفصيلية لمثال عن كل طائفة. توصيف المساق: أولا دراسة التنوع والبيئة والتشريح وظائف الأعضاء للنصف حبليات، الدي الحبليات، الرأس حبليات، وحنبدأ في الفقريات اللي بتحتوي على اللافكيات والأسماك الغضروفية والأسماك العظمية والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. توزيع درجات ممكن نتفق عليه أثناء، لأنه توزيع درجات في الإلكتروني هيكون النصف الأول 20 والعملي 20 والنهائي 60. مفردات المساق موزعة على مدار الفصل الدراسي. الفصل أو الأسبوع الأول هنتكلم عن الصفات العامة للحبليات، تصنيف الحبليات، وأيضا هندمج مع الحبليات ونتكلم عن الأسيدة والبلانوغلوسس. فيما بعد هنتكلم عن الرأس حبليات والسهيل. بعد ذلك الأسبوع الثالث أو الرابع نتكلم عن الصفات العامة للفقريات، تصنيف الفقريات، اللافكيات، وحنأخذ مثال عن اللافكيات حيوان اللامبري. الأسبوع الخامس هنتكلم عن الأسماك الغضروفية، الصفات العامة والتصنيف، وحنأخذ مثال عن الأسماك الغضروفية كلب السمك. الأسبوع السادس هنتكلم عن الأسماك العظمية، الصفات العامة والتصنيف، وحنأخذ مثال البلطي. الأسبوع السابع نتكلم عن البرمائيات، الصفات العامة والتصنيف، وحنأخذ الضفدعة كمثال عن البرمائيات. الأسبوع الثامن هنتكلم عن الزواحف، الصفات العامة والتصنيف، وحنتكلم عن الدفان الكبير. بعد هيك ممكن الامتحان النصفي يكون محدد من خلال تواصلنا في من خلال رسائل اللي هو الموديل. الأسبوع التاسع هنتكلم عن الطيور، الصفات العامة للطيور، خصائص الطيور وتصنيف الطيور، وهنتكلم عن الحمامة. الأسبوع العاشر هنتكلم عن الشكل الخارجي والأجهزة المختلفة للحمامة. الأسبوع الحادي عشر هنتكلم عن الثدييات، الصفات العامة للثدييات وتصنيف الثدييات، وإيش هتختلف الثدييات وصفاتها الأساسية عن الطيور والزواحف. الأسبوع الثاني عشر هنتكلم عن الأرنب، الشكل الخارجي فقط والأجهزة المختلفة مش هنتكلم عنها، هتكلم عن الهيكل العظمي للأرنب، ومن خلال إذا استطعنا أن نضع بعض اللي هو الفيديوهات التوضيحية في المساق. هيكون في مراجعة أيضا بشكل أو بآخر أثناء الفصل الإلكتروني. أولا هنتكلم عن الحبليات باللغة الإنجليزية core data، وهي آخر شعب علم الحيوان، وهي تلي في الترتيب شعبة شوكيات الجلد. شوكيات الجلد هي اللي بتحتوي على نجوم البحر، وهي أكثر شعب اللي هو اللافقريات تقدما ورقيا، واللي بتعتبر أعلى مجموعة في اللافقريات. كما تعتبر الحبليات هي أكثر الحيوانات تعقيدا ورقيا وتقدما من حيث التركيب. الصفات العامة للحبليات: الحبل الظهري وهو عبارة عن تركيب دعامي مرن يشبه العصا، يوجد في منطقة الظهر، يتكون من خلايا مليئة بالتجاويف تحاط بطبقة من نسيج ليفي، وهو من أهم الصفات المشتركة لهذه الشعبة، ومن هنا أتت تسميتها بالحبليات. وهذه الصفة غير موجودة بالمرة في اللافقريات. والحبل الظهري ممكن أن يستمر طوال فترة حياة الحيوان مثل ما هو في حيوان السهيب، أو على الأقل يظهر في الأطوار الجنينية الأولى ثم تحل محله تدريجيا
أو يحل محله تدريجيا العمود الفقري في حالة الفقريات، الحيوانات الفقرية اللي هي في الزواحف والثدييات والطيور والأسماك والبرمائيات. الصفة الثانية من الحبليات وجود الحبل العصبي، وعبارة عن أنبوبة عصبية تمتد في الجهة الظهرية للحبل الظهري من بداية الكان إلى نهايته وعلى نقيض اللافقريات، حيث يوجد الحبل العصبي للحيوان في الجهة البطنية له. كما لهذا السبب يتم تشريح الحيوان الحبلي من الجهة البطنية على عكس من تشريح الحيوانات اللافقرية من الجهة الظهرية، فيما عدا الحبار اللي يشرح من الجهة البطنية ليه؟ لوجود صدفة في الجهة الظهرية. كما يوجد اختلاف آخر للحبل العصبي في الحبليات عنه في اللافقريات، حيث أنه غير مصمت، لكن في اللافقريات مصمت وبيجري داخله قناة تعرف بالقناة المركزية اللي بتحتوي على سائل يسمى بالسائل المخي الشوكي، وأيضا بينفتح الجزء الأمامي من الحبل أو بينتفخ الجزء الأمامي من الحبل العصبي مكون المخ. ثلاثة، الصفة الثالثة في الفقريات الجيوب البلعومية والفتحات الخيشومية. تتميز الحبليات بوجود فتحات في مقدمة الجهاز الهضمي اللي هي البلعوم، ولا تعرف بالفتحات الخيشومية، وهي إما أن تستمر طوال حياة الحيوان إذا كان الحيوان بيعيش في الماء أو بيتنفس بالخياشيم، تتحول إلى خياشيم في الحيوان اللي بيعيش في الماء، أو تغلق تدريجيا في فترات النمو إذا كان الحيوان يتنفس في الهواء الجوي عن طريق الرئتين. الصفة الرابعة، اتجاه سريان الدم في الأوعية الدموية الرئيسية وموضع القلب. في الكائنات الحبلية يكون سريان الدم في الأوعية الدموية الظهرية من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام في الأوعية البطنية، وذلك عكس اللافقريات كما أن القلب يوجد في الناحية البطنية من الحيوان، عكس اللافقريات اللي بتواجد اللي هو القلب كما بتعرفه زي في الصرصور والحشرات أنه بتواجد في الجهة الظهرية، لكن بالنسبة للحبليات بتواجد في الناحية البطنية. خمسة، منطقة الديل، وهي المنطقة الخالية من الأحشاء والتي تأتي بعد نهاية القناة الهضمية أي بعد فتحة الشرج، وهذه الصفة غائبة في اللافقريات، بمعنى اللافقريات تحتوي على زواد وليس ديل، والديل بيحتوي على الحبل الظهري والحبل العصبي وأوعية دموية كما يوجد في عضلات والديل، إما يستمر طوال حياة الحيوان أو يوجد فقط في الأطوار الجنينية الأولى، وفي هذه الحالة تختفي منطقة الديل تدريجيا قبل الولادة كما في الإنسان أو قبل مرحلة الطور اليافع كما في الضفدع وخنازير غينيا. بالإضافة لتلك الصفات، تحتوي الحبليات على أزواج من الزوائد على شكل زعانف كما في الحيوانات المائية، أو أطراف للحبليات الأرضية اللي هي الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية، سواء الحزام الصدري والحزام الحوضي أو والإيدين والرجلين. تتفق الحبليات مع بعض اللافقريات في أنها أيضا تحتوي على سيلوم حقيقي، كما أنها تتكون من طبقات جلطومية جنينية ثلاثة اللي هي الإكتو ديرم والإندوديرم والميزوديرم، وهي من الحيوانات المتماثلة جانبيا مع وجود بعض الاستثناءات، وأيضا جسمها معقل تكراريا وهذا يتجلى بوضوح في العضلات.